بالعكس بزاف ديال المرات كان تكلم على مواضيع ديال الساعة، مواضيع اللي كتهم الرأي العام. دايوغ المسألة مرتبطة أيضا بليميسيون، لأن في البرنامج ولينا كنترقوا بزاف ديال المواضيع، ففيلمي كنحط مثلا حلقة ولا كنحط تيزر ولا كنتكلم على واحد لو سوجي كيكون أيضا مهم للناس. يعني هادشي علاش مبغينش أنا كان هذا هو الهدف ديالي، قلت خصني نجي ندير برنامج رشيد شو ونخلي واحد البصمة، واحد حاجة طيبة عند الناس. شوف بعد مرات كيوقعوا مثلا أزمات في حياتك، شي حاجة في العائلة، ولكن ممكنش كل شيء تبارتاجي مع الناس. أنا ضد القضية، أنا ضد أنني نبارتاجي مثلا المشاكل ديالي ديال الدار مع العائلة، مثلا مسائل اللي كتوقع في الحياة، مثلا توفى شي واحد، هذاك الشيء توفى شي واحد خصو يبقى عندنا حنا عند العائلة، ماشي عند الناس، ماشي فهمتي نبقاو نبارطاجيو كل شيء سينو ما كتبقاش عندنا حياة. حنا أصلا الفنان ما عندوش، الناس اللي معروفين ما عندهمش حياة. فهمتيني شحال من دابا فنان تسوليه تقول لي واش، يقول لك نتمنى كل ما كنتش مشهور، لأن كتمشي لك الانتيميتي ديالك، كيمشي لك بزاف ديال الحوايج كتبغي تعيشهم، هذا ما كتبقاش حر ديال راسك. والدليل راه انت شتي احداث وقعوا، واحد يتزوج دارت عليه هذا الهيلا، لا واحد طلق دارت عليه الهيلا، لا كل واحد فهمتي عادي. هذا هو الجانب السلبي في الشهره. هو كل واحد حر في انه يحط المحتوى اللي بغى في يوتيوب، كاين اللي كيبغي يبارطاجي حياته، هذاك الشيء حريه شخصيه براسو زعما. ولكن الانسان كل ما خزيغبا حياته وخلاها بعيدة على الأضواء كل ما حسن، لأن بعد يقدر هادشي ينعكس بشكل سلبي على حياته، على مستقبل الأسرة دياله. شكرا لكم.